كذبت وزارة الداخلية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والتراسل الفورية حول إغلاق مداخل ومخارج بعض المدن وتجميد أنشطة الأمن الوطني والوقاية المدنية، وكذا عقد اجتماع مستعجل بمقر وزارة الداخلية من أجل إقرار حالة الطوارئ بالمملكة. وأكدت الوزارة أن المعلومات المتضمنة بهذا المنشور هي معطيات لا أساس لها من الصحة ولا سند لها في الواقع. كما أشار بلاغ وزارة الداخلية إلى أن جميع الإجراءات والتدابير الاستباقية والاحترازية التي يتم اتخاذها للحد من آثار انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية. وأردفت الوزارة أن فبركة ونشر وترويج الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين تضع مرتكبيها تحت طائلة القانون.